لآخر محطة. احنا لسه في الخواص الفيزيائية للمعادن، خلصنا في لقائنا الماضي الخواص البصرية اللي كانت تعتمد على تفاعل المعدن مع الضوء. انهي ضوء بالظبط؟ الضوء الساقط على المعدن، الضوء المنعكس من سطح المعدن، الضوء النافذ خلال بلورات المعدن. النهاردة عايزين نتكلم بقى على مدى التماسك والترابط بين ذرات العناصر المكونة للمعدن. عايزين نشوف التماسك ده قوي ولا التماسك ده ضعيف. عايزين نتكلم بقى عن الترابط ده وأنواعه، وإزاي نقدر يساعدنا الترابط ده على دراسة بعض الخصائص التماسكية للمعادن. إيه موضوعنا النهاردة عن الخواص التماسكية للمعادن يا مستر هشام؟ هنتكلم يا استاذ محمد عن حاجة اسمها الصلادة. أنا عاوز أنوه بس، الصلادة بقولها بالدالة، هكتبها برضه عشان معلش كده، الصلادة. كويس؟ كلمة الصلادة. الصلادة دي غير الصلابة. أنا عندي أي معدن، أي إحنا المعدن من تعريف المعدن قلنا عليه صلب، تعريف عام، أي معدن لازم يكون صلب. بس إيه؟ درجة تماسكه. هقربها بمثال بسيط أوي لذهننا ونبدأ بقى نشرح مع حضرتك. أنا لو جبت تباشيرة كويس وخدشتها بضفري، إيه اللي هيحصل؟ هينزل منها بودرة، مسحوق او بودرة. الله يفتح عليك. طب لو جبت زلطة يا استاذ محمد وخدشتها بضفري، هتقاوم الخدش ده، مش هينفع ان هي تتخدش يا مستر هشام. مع ان دي صلبه ودي صلبه، تمام، دي صلبه ودي صلبه، بس باجي اقول على الزلطه صلده، اكثر صلاده. ليه بقى؟ ايه هي الصلاده؟ بمنتهى البساطه درجه مقاومه المعدن للخدش، درجه مقاومه المعدن للخدش. التباشيره الله يفتح عليك دي الخواص كلها التماسكيه كلها اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي. يبقى عندنا الصلادة لانفصام المكسر القابلية للسحب والطرق. هنبتدي كده بأول خاصية اللي هي الصلادة، درجة مقاومة المعدن للخدش أو البري. الله يعني بص، التباشيرة درجة ما قدرتش تقاوم ضفري فاتخدشت، الزلطة قدرت تقاوم ضفري فما اتخدشتش، فدي معنى أو مفهوم الصلادة عشان نفهمها صح، مش الصلابة. تمام يا أستاذ محمد. سؤالنا دلوقتي يا مستر هشام، كيف يمكن تعيين درجة صلادة المعادن في الطبيعة؟ تمام. في عالم اسمه موس، عالم اسمه موس. انا عندي في الطبيعه محمد، في قلنا في 2000 معدن، الا المعادن اللي هي الاقتصاديه وكده 200 معدن، بس المعادن اللي تم اكتشافها 2000 معدن. موس ده عمل ايه يا استاذ محمد؟ جاب 10 معادن مختلفه الصلابه، معدن ضعيف قوي قوي، معدن اقوى شويه، معدن اقوى شويتين، معدن لغايه ما جاب معدن قوي جدا 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 مختلف الصلاده. ال 10 معادن دولت مدرجهم هو من 1 إلى 10 بأرقام بسيطة سهلة، المعدن الصلادة نمرة 1، الصلادة نمرة 2، الصلادة نمرة 3. هشوفهم مع حضرتك دلوقتي، يا ريت توريهم لي ونشوف ايه درجات صلادتهم، ايه معنى كلمة 1 و2 و3. ده مقياس العالم موس لتعيين الصلادة معدن معدن مع حضرتك ويا مستر هشام. تلك ده صلادته 1، تلك ده ضعيف قوي يا محمد، ده اللي بنعمل منه. خلي بالك انا كلامي سليم، تلك بالكاف بودرة التلك. الجبس صلادته 2 يا استاذ محمد، بص صلادته 2، يعني معنى ذلك ان الجبس ممكن يخدش التلك، بس التلك لا، برضه عشان نفهم معنى الارقام اللي هو مديها لي. ده معدن الكالسايت درجه صلادته 3، يبقى كده يقدر يخدش الاثنين اللي قبله. الله يفتح عليك. يبقى كده عندنا مبدا المعدن الاعلى صلاده يخدش اللي اقل منه صلاده. تمام. ده معدن مين يا مستر هشام؟ الفلورايد دوت درجه صلادته 4، يبقى ايه؟ يخدش بقى اللي قبليه على طول، ولانه جميله جدا جدا جدا. ده معدن الأباطايت درجة صلادته 5، برضه نفس المبدأ، الأعلى صلادة يخدش الأقل صلادة. يبقى أنا لو حكيت قطعة من الفلورايت والأباطايت، نجد إن الأباطايت عشان صلادته 5 يخدش الفلورايت لأنه أقل صلادة 4. تمام. ده الأرثوكليز يا أستاذ محمد، ده الأرثوكليز وبليف الكوارتز دايماً، ده صلادته 6، صلادته 6، واخد بال حضرتك إزاي؟ ندخل على إيه؟ الكوارتز، يمكن ده الكوارتز الشفاف أو البلور الصخري، ده درجة صلادته 7. شايفين ده درجة صلادته 7. معدن التوباز طبعا يبقى ايه صلادته ده؟ صلادته 8، بنمشي على طول ايه صلادته 8 التوباز، يقدر برضه يقدش المعادن اللي قبل كده، كل المعادن اللي قبل كده. ده معدن الكوراندوم ودرجة صلادته 9. تمام. وده جميل طبعا، ليه الوان كتيره جميله في الطبيعه، الازرق والاخضر والاحمر. جميل جدا. اخر ده بقى الماس، ده اكثر المعادن صلاده على الاطلاق، اكثر المعادن صلاده، صلادته تصل ايه 10، وده يخدش اي معدن ويقدر بيستخدم في جميع استخدامات كتير قوي قوي اللي هي الخدش جميع المعادن.
ماشي. يبقى كده احنا شفنا مقياس موس والعالم دوت ازاي اعتمد على 10 معادن يقدر عن طريقهم يعين درجة صلابة اي معدن على سطح الارض. مبدأنا هنا ايه مستر هشام في المقياس دوت؟ المعدن الاكثر صلابة يخدش المعدن الاقل صلابة. يعني لما اجي اقول لحضرتك مثلا سألك دلوقتي ماذا يحدث عند حك قطعة من الكوارتز بقطعة مثلا بالفلورايت؟ معدن الكوارتز عشان صلابته 7 يخدش الفلورايد عشان صلابته 4 ولا يتأثر كوارتز. عاوز انوه لحضرتك معلومه كويسه قوي لانك انت جبت لي صوره عشان من البولادي برضو ما يتخدعوش، يعني ما ايه ما ياخدوش مفهوم عام كده. انت جبت لي بلور صخري وقلت لي صلابته اللي هو كوارتز وقلت لي صلابته 7، طب لو جبت لك اميثيست يا استاذ محمد صلابته كام؟ برضه 7 لان هو نفس المعدن نفس التركيب الكيميائي بس الشوائب غيرت لونه. لونه بس، انما هو صلابته 7 يبقى اي حاله من حالات الكوارتز هي برضه نفس الكلام هتكون 7 ونفس العمليه ونمشي عليها. اتفضل حضرتك. طبعا الماس عشان اكتر المعادن صلابة استخدمناه في صناعات كتيرة، منها قطع المعادن، منها قطع الزجاج، يمكن البريمات اللي بتحفر ابار البترول ممكن تبقى فيها بلورات من الماس. بس انهي ماس يا مستر هشام؟ هل الماس بتاع صناعة الحلي والزينة؟ لا لا، اللي بتبقى منهم والحاجات اللي بتقع منه وكلام زي دوت بياخدوها بقى ايه يعني اللي طلع من صناعة الزينة ديت والحاجات الكبيرة، الحبيبات الصغيرة او اللي بتتبقى بيستخدموها في الايه في عمليه البترول حفر البترول. اغلب المعادن في الطبيعه درجه صلادتها اقل من 6.5. اغلب المعادن الشائعه في الطبيعه درجه صلادتها اقل من 6.5. تمام. ده بيسهل ان احنا نتعرف عليها، ويمكن كنا يمكن درسنا برضو بعض المعادن ديت قبل كده. تمام. نرجع مع حضرتك. طيب لو ما فيش مقياس موس يا مستر هشام نجيب ايه؟ طب هو كنا فعلا يا استاذ محمد لما كنا بنطلع الرحله في الرحلات العلميه بتاعتنا في الجامعه وكده كنا صعب قوي العلبه بتاعت المقياس موس دي تكون موجوده معانا، مش متاحه كلها موجوده معانا، فكنا بنستخدم ادوات بسيطه قوي، ادوات بسيطه ممكن نستخدمها في الايه في تحديد الصلاده. الادوات البسيطه دي برضو هشوفها مع حضرتك كده بعضها ايه شوف زي كده. مثلا ده مقياس موس الطبيعي اللي احنا قلنا عليه من 10 معادن بالشكل ده كده عينات منها. مين دول بقى مصر هشام؟ بنقول عليها اقلام موس، كنا سبايك عاملينها اسبايك عاملينها بحيث ايه ان هي ليها نفس درجه صلاده. هتلاقي مثلا على القلم الفوقاني اقلام الصلاده، بنقول عليها اقلام الصلاده. مثلا مكتوب على اليمين مثلا 1، الشمال مثلا تلاقي مكتوب ايه 2 وهكذا، 3 4 5 6 وهكذا، بتبقى نفس درجه الصلاده بتاعت المعدن اللي انا قلت لك اللي احنا حضرتك قلت لي عليها. تمام. طب دي بالنسبه لايه الاقلام الصلاده دي، بقول لك احيانا تبقى متاحه بالنسبه لي واحيانا مش متاحه. طبعا بنقدر نجيب القلم دوت ونخدش بيه بقى عينه المعدن اللي عندي. تمام. والله اتخدشت خلاص يبقى درجه صلادته اقل من قيمه درجه صلاده القلم. تمام. الله يفتح. ما اتخدشتش اشوف بقى القلم التاني اللي اعلى منه صلاده. تمام. واطمن بعدسه كده ان الحاجه ديت فيها خدش ولا لا. طبعا. مش متاح لا مقياس موس ولا اقلام الصلاده. نبتدي نستخدم حاجه اسمها الطريقه الشائعه مستر هشام. ادوات شائعه بسيطه قوي يا استاذ محمد، كنا بنطلع في الرحله يبقى معانا مثلا يعني ايه لو لقينا عينه تلك مين ممكن يخدشها مستر هشام؟ تخيل بقى كنت بعملها بضفري يا استاذ محمد، يعني كنت ايه في بستخدم ضفري، فضفري بستخدم بعض المعادن، والله لو لقيت ضفري خدش المعدن ده احتمال يكون تلك زي ما حضرتك وريتنا الله يكرمك، واحتمال يكون جبس. ده الاحتمالين اللي هو ايه، لان ضفري صلادته 2.5 فيقدر يخدش ايه حسب المعادن الاقل اقل من 2.5 من 2.5 زي التلك والجبس. طبعا في الطبيعه برضو معادن كتيره تانية. تمام. بس هو يخدش ايه اللي هو ما اقل، يبقى اي معدن انا قدرت اخدشه بضفري صلادته اقل من 2.5، اقول كده صلادته اقل من 2.5. طب الكالسايت ضفرنا ما قدرش عليها مستر هشام، جبنا عملة معدنية بالشكل ده كده خدشته ليه؟ عملة نحاسية، عملة نحاسية ليه بقى؟ صلادة العملة النحاسية 3.5، فايه يبقى ممكن تخدش الكالسايت وما قبل ذلك، بس تعالى بص بقى الفلورايت ما قدرتش تخدشه، يبقى لان 3.5 فتقدر تخدش ما قبل ال 3.5 بس ما تقدرش تخدش ايه الفلورايت لان 4. بص الفلورايت خدشها الله يفتح عليك. العملة المعدنية اتخدشت بالفلورايت والخدش واضح فيها برضه. تمام. طيب الازازه يا مستر هشام الزجاج درجه صلادته كام؟
خمسة ونص درجة صلاته، خمسة ونص. بص يبقى انا لو جبت الاورثوكليس كده ممكن يخدشها؟ اه بص شوف الخطوط، الخط اللي انت عامله اهو، لسه عامله اهو دلوقتي. الخط على فكرة ده اتحفر في الازاز، ده الخط ده اللي انت عملته حفر في الازاز يا استاذ محمد، مش المعدن هو اللي اتحفر، حفر في الازاز. هو ممكن احسس عليها كده هتاكد فعلا فعلا ان هو ايه حفر فيها. الكوارتز برضو ممكن يخدش الزجاج؟ يخدش طبعا بسهوله قوي، هتبقى اسهل بكتير يخدشه الكوارتز، هيخدشه ونشوف كده ايه، هتلاقي الخط هيبقى واضح قوي. بص يعني يمكن اكثر وضوحا من ايه، من الاورثوكليس، لانه طبعا قوه صلابته 7 فيخدش الايه الزجاج بسهوله قوي. يبقى كده مبدأنا دايما الحاجه الاعلى صلاده تخدش الاقل منها صلاده. وعلى ديت في اسئله كتيره جدا، نشوف بعض الاسئله من حضرتك كده بسرعه برضو نجاوبها. طيب على الجزئيه دي، طيب معدن يمكنه خدش الزجاج ولا يمكن، ولا يمكنه على فكره احنا معلش نسيت اقول لحضرتك في حاجه اسمها لوح المعدش الخزفي، ده صلاته يا استاذ محمد 6 ونص، لوح المعدش الخزفي صلاته 6 ونص، 6 ونص، ولا يمكنه خدش الخزف. معنى كده واحنا بنجاوب حاجه زي كده مستر هشام لازم اعين درجه صلاده كل حاجه. الله يكرمك. بص بمعنى هكتب على الازاز درجه صلاته عشان ما انساش. الله يفتح عليك. احنا قلنا درجه صلاته الزجاج كام يا مستر هشام؟ اكتب هنا 5 ونص. بص 5 ونص يا استاذ محمد. طيب ولوح المعدش الخزفي لسه قايلين 6 ونص. 6 ونص. ايه بص معدن يمكنه خدش الزجاج، يعني يقدر يخدش الزجاج، يعني اعلى سنه، ولا يمكن خدش الخزف، يبقى اقل سنه، يبقى ايه المعدن؟ يبقى تجيب الرقم اللي ما بين الخمسه ونص والسته ونص. اللي هو رقم 6 اللي هو معدن الاورثوكليس. الله يفتح عليك. معدن يبقى كده الاجابه معدن الاورثوكليس. طب لو قال لي كده اداه تخدش الجبس ولا تخدش الكالسايت؟ عايزين اداه تخدش الجبس ولا تخدش الكالسايت. ممكن يعني لو قال لي اداه وكده بنفس المبدا، بنفس المبدا تخدش الجبس ولا تخدش الكالسايت. انا ضفري، ضفري يخدش الجبس بس مش هيقدر يخدش الايه الكالسايت. مالكش دعوه بقى بالمسمى والبتاع دوت، احنا هنشوف الحاجه كده. الظفر على طول، على طول برضه بعين بقول الجبس صلاته 2 كالسايت 3، يبقى عايز حاجه بين الاثنين والثلاثه، يبقى كده 2 ونص، يبقى كده الظفر على طول، على طول. الله يفتح عليك. بنفس الطريقه برضه يا مستر هشام لو قال لي اداه تاخدش الكالسايت ولا تاخدش الفلورايد؟ تاخدش الكالسايت ولا تاخدش الفلورايد. يبقى ايه عندي العمله النحاسيه تقدر تاخدش الكالسايت بس ما تاخدش الايه الفلورايد. الله يفتح عليك. طبعا دي كده خاصيه مهمه جدا من الخواص التماسكيه اسمها خاصيه الصلاده. هل في لخاصيه الصلاده دي اهميه مستر هشام؟ مهمه جدا 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 في التفريق بين احجار الزينه الطبيعيه واحجار الزينه المقلده. انت عارف يا استاذ محمد ممكن في غش تجاري وكلام زي دوت، ففي احجار يعني بتروح تشتري خاتم مثلا او كده، يعني ليه قيمه جميل جدا جدا وايه وقيمته عاليه قوي لانه طبيعي بيبقى ثمنه غالي قوي قوي، فطبعا مهم قوي عشان ما يحصلش غش وتتخدع فايه ازاي تفرق ما بين احجار الزينه الطبيعيه ذات الثمن الغالي والعالي واحجار الزينه المقلده. ممكن مقلده باكاسيد الالومنيوم وزجاج مصنوع من زجاج فاخر، واخد بالك، بس برضو قيمتها منخفضه قوي، اقل بالرغم ان هي شكلها جميل وعندها قدره على عرض الوان وشكلها جميل تجذب العين ليها، لكن ملهاش قيمه اقتصاديه لان هي زي ما مستر هشام قال مصنوعه من الزجاج او مصنوعه من اكسيد الالومنيوم، توصل تلاقي قيمتها الاقتصاديه لا تقارن بحاجه تكونت في الطبيعه. مبدانا هنا الصلاده هتفرق غالبا غالبا ما بين احجار الزينه المقلده واحجار الزينه مره تاني الاصليه. ازاي بقى مستر هشام هيحصل حاجه زي كده؟ احجار الزينه الطبيعيه مع استاذ محمد صلادتها الصلاده بتاعتها اكبر من 7 ونص، صلادتها اكبر من 7 ونص. اما المقلده الصلاده بتاعتها، يبقى الصلاده دي اللي مهمه جدا باننا اميز بين الاثنين، اقل من 6. اقل من ايه؟ 6. طبعا ايه ناس كتير قوي يقدروا يعملوها باستخدام الصلاده لو قدر يحدد الصلاده بتاعت الحجر اللي هو بيقول له ده غالي و و و بالطريقه دي اقدر اعرف ان هو طبيعي ولا مقلد. تمام. نرجع كده برضو مع حضرتك مع نسيب كده خاصيه الصلاده بعد ما اكدنا على احجار الزينه وازاي هي الوانها، ازاي هي
ليها سعرها في الطبيعه، ازاي هي صلادتها في الغالب اكتر من 7.5، ازاي هي قيمتها الاقتصاديه عاليه. عايزين نخش على خاصيه تماسكيه اخرى هي خاصيه الانفصال، تمام. ومعانا برضو خاصيه الانفصال وخاصيه قريبه جدا منها خاصيه المكسر. عايزين مع حضرتك كده برضو نفرق ما بين الانفصام والمكسر يا مستر هشام. طب بص يا استاذ محمد، انا جايب ثلاث حاجات كده يعني، بس مجرد بس انا عندي فيه، لقيت حاجه في الطبيعه هخبطها بشاكوش هطرق عليها، في عندي ثلاث احتمالات ان هي تتكسر، يا اما تتكسر يا اما تتشكل. ماشي يا استاذ محمد؟ طب انا بقول تتكسر وتكسر ما ناخد يعني ايه مستر بيشتغلنا، لا تتكسر وتتكسر وتتشكل. اللي هو دي هسميها لو اتكسر بالمنظر ده هقول عليها ايه؟ الانفصام. ممكن تتكسر، في عندي حاجه اسمها المكسر، في عندي حاجه ثالثه الطرق القابليه والتشكيل. للطرق والسحب. القابليه للطرق والسحب. بص يا استاذ محمد ببساطه قوي، ده لو طرقت عليه هيديني اشكال اصغر زي كده، هيديني اشكال اصغر واصغر، يعني ممكن يبقى كده 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 كده. ايه ده؟ كلهم يا استاذ محمد واخدين شكل محدد، واخدين شكل هندسي، واخدين شكل منتظم، واخدين شكل املس، واخدين شكل له سطح املس، واخد بالك شكل بلوري. فقابليه المعدن للتشقق للمستويات ضعيفه وينتج عنها اسطح ملساء هسميها خاصيه الانفصام. ده لما اخبطه هيتكسر بس مش هيديني شكل منتظم خالص. هدي لك كمثال برضو قريب لدي، لو طرقت على الزجاج هل في شكل التاني كلها تطلع كل اشكال حته ليها شكل غير الاخر خالص. لو اديني اشكال مختلفه يا استاذ محمد مش منتظمه هنسميها خاصيه الميكسر، تمام. لو دي بقى دي بالنسبه لو خبطت عليها مثلا او اي حاجه ستانلس او كده خبطت، ممكن حضرتك تعملها ايه؟ تشكلها وتتنيها تفردها وهكذا. حضرتك بقى نبدا بقى واحده واحده مع حضرتك. يبقى كده خاصيه الانفصام دي هي خاصيه التشقق. تعالوا نشوف تعريفها كده مع مستر هشام. قلنا الانفصام قابليه المعدن لايه يا مستر هشام؟ للتشقق على امتداد مستويات ضعيفه. الله يفتح عليك. يبقى كده لازم يتشقق في الحتت الضعيفه في المستويات الضعيفه في الترابط نسبيا، بينتج عنها ايه بقى؟ سطوح، والسطوح ديت ملساء عند كسر المعدن او الضغط عليه. الله يفتح عليك، الله يكرمك. نشوف كده مع حضرتك بعض امثله الانفصام. طبعا في انفصام في اتجاه واحد وفي انفصام في اتجاهات متعدده. ناخدها في الاتجاه واحد، عندي معدن مايكا، ده المعدن المايكا ده انفصام جيد جدا جدا في اتجاه واحد، وبسميها انفصام ايه؟ صفائحي. لو طبعا هشوفها مع حضرتك تبقى احلى، بس بص يا استاذ محمد لو مش عارف الكاميرا باينه ولا لا بيطلع ايه؟ شايف؟ بص يا استاذ محمد انا بعمل ايه؟ ما حضرتك بتضغط عليه دلوقتي فطلع منه رقاق او صفائح. صفائح حتى ممكن بنسميها صفائح المايكا، يعني قبلنا درسوها قبل كده. صفائح رؤيه قوي جدا جدا يا استاذ محمد، وممكن على فكره الحته اللي انا طلعتها على جنب دي احتمال كمان شقاق اكتر وتطلع رقاق هل هو صلب ولا لا صلب؟ عشان كده سميته انفصام صفائحي جيد، انفصام صفائحي جيد. يا ريت اشوفه مع حضرتك برضو التجربه بتاعتك جميله جدا. نشوف كده برضو مع حضرتك الفيديو ده كده، وبرضو هنعرض انواع مختلفه من الانفصام. الله يكرمك. بص حضرتك دي قطعه معدن في الطبيعه. شكلها مش منتظم في الشكل بالشكل ده كده. لو جينا شفنا عندنا المعدن بقى لما نيجي نطرق عليه ندق عليه نعرضه لضغط نعرضه لاي كسر ممكن اللي يحصل يتكسر باشكال مختلفه، ممكن باسطح مستويه، ممكن باسطح غير منتظمه الشكل. نشوف برضو كده مع بعض. يمكن هنا الله ده الكالسايت، الكالسايت هنا الاسطح بتاعته مستوية بالشكل ده كده اللي هو زي اللي بتاع. شوف الانفصام، بص شكل معين يا محمد بنقول عليه انفصام معيني، مديني اشكال معينية الشكل، يبقى ده انفصام معيني في اكثر من اتجاه. تمام. ولو كسرنا عينة منه هنبص نلاقيها فعلا يعني هتتكسر لقطع بنفس الشكل بالظبط.
ده معدن الجالينة مصر شين، كنا قلنا عنده بريق فلزي ساطع او لامع. تمام. واضح جدا البريق بتاعه الفلزي الساطع او اللامع اهو. تمام. واضح جدا كمان انه هنا بيتشقق يعني في تشققات صغيرة على شكل مكعبات صغيرة على سطحه، والبلورة كلها اصلا شكلها مكعبي، لو دققنا في اي قطعة فيه هنجد ان هي فيها مكعبات صغيرة يعني فيها تشقق بيدين اشكال مكعبية الشكل. لو دققنا في اي جزء فيه كده بص ازاي نحس ان فيه في البلورة مكعبات في اكتر من اتجاه. دي لما بالعدسه يا استاذ محمد بتبقى واضحه جدا جدا، لما بنشوف بالعدسه فعلا مكعبات جواها، مكعبات كتير جدا جدا وباينه قوي، اللي هي الاجزاء الصغيره ديت مكعبات الشكل. شايفين كل الاشكال الصغيره دي لو اتدققت فيها تلاقي ليها اشكال مكعبيه الشكل بالشكل ده كده. ده اسم معدن الجالينه، واضح جدا بلونه الفضي الساطع او اللامع، لان ليه بريق زي ما اتفقنا قبل كده بريق فلزي ساطع او لامع. شايفين المكعبات اللي فيه برضو واضحة جدا اهي. نرجع كده برضو مع بعض نشوف بقى المايكة تاني. لما بتتعرض المايكة للضغط بص كده بتتشقق بالشكل ده كده في اتجاه واحد، لما بتتشقق في اتجاه واحد بتديني رقائق او صفائح بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وكل صفيحة تحتوي على رقائق اخرى. شايفين فظيع. بينفصل منها رقائق تانية يعني. ده انفصام صفائحي. انفصام صفائحي جيد في اتجاه واحد. شايفين ده معدن المايكا واضح جدا قدامنا. نمسك بقى قطعة الكالسايت دي كده مع بعض عشان برضو نحس بالجزئية ديت. بصوا بالراحة خالص لما بتتعرض للضغط او الكسر عليها بص كده اتكسرت لقطع اصغر اهي برضو معين مدي نفس الشكل نفس الشكل، فكده بيتشقق او ينفصل في اكتر من اتجاه بشكل معين. شفتها من اي جنب بتلاقيها نفس الشكل المعين من غير ما نكون قاصدين ان يبقى الشكل ده كده طالع، لا دي خاصية عند المعدن مستويات ضعيفة الترابط، بمجرد ما نطرق عليها كده بتنفصل هذه المستويات ويتشقق المعدن زي ما شفنا كده مع بعض. تمام. يبقى احنا شفنا كده كذا نموذج نراجعهم تاني مع حضرتك يا مستر هشام، نشوف صور ليهم برضو تاني نأكد عليهم. يبقى كان عندنا انفصام صفائحي جيد، نشوف كده مع بعض ده معدن مين. المايك ده انفصام صفائحي جيد، ونفتكر الكلمات دي عشان الكلمات دي مهمة جدا يا استاذ محمد في الأسئلة، مهمة جدا جدا في الأسئلة. عينة مايكا تاني اهيت لونها فاتح شوية. شفنا المايكا الغامقة السوداء ومايكا فاتحة شوية في اللون اهوت. هنفرق بينهم في بعدين في الباب الثالث. بعد كده معدن الجرافيت. الجرافيت ايه اهم بقى خاصية بتميز هذا المعدن مصر الشيخ؟ الانفصام بتاعه انفصام قاعدي جيد، واخد بالك ازاي؟ بيبقى موازي لقاعدة البلورة، موازي لقاعدة البلورة، وده يميز معدن ايه؟ الجرافيت. يبقى تاني لو ضغطنا على جرافيت قاعدة البلورة هنا نبص نلاقيه يتشقق كده، يتشقق في اتجاه موازي لقاعدة البلورة. تمام. ما يتشققش بالطول كده، ما يتشققش كده خلاص. لازم تشققه في اتجاه واحد فقط، هذا الاتجاه دائما موازي لقاعدة بلورة المعدن زي ما شفنا. اما الانفصام بقى في اكتر من اتجاه، شفنا عندنا الهالايت ده انفصام مكعبي، ونشوف برضو كده مع بعض. لا ده هالايت مكعبي، واتكلمنا على الهالايت قبل كده، بس حتى لما جينا عرفنا البلوره قلنا ان نتيجه ابتدى اترتبت عناصر ايونات الصوديوم والكلور في نظام تكراري اداني شكل المكعب. مكعبات بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. الله يفتح عليك. اما معدن الجالينه برضو عنده انفصام مكعبي. تمام. واضح جدا البلورات بتاعته بالشكل ده كده. هنا يمكن المكعبات اكثر وضوحا فيه يعني من الفيديو اللي احنا شفناه من شوية. خلاص لو دقانا كده مع اي جزء تبص ايه شايف فيه تشقق كده اتجاهه، واتجاه تاني اهو، واتجاه تالت اهو، اتجاه كده بيديني كله اشكال مكعبية الشكل. ممتازة. اشكال جميلة جدا جدا. برضو دي بلورة معدن الكالسايت، واضح جدا ان في تشقق داخل البلورة بالشكل ده كده، و برضو شكل البلورة عامة بيحمل هذا الشكل المعين، انفصام معين واضح جدا برضو في معدن الكالسايت. نرجع بقى كده مع حضرتك يا مستر هشام، هل معدن الكوارتز عنده هذه الخاصية؟
يعني هل معدن الكوارتز عنده خاصيه الانفصام ديت، او معدن مثلا زي الصوان وبناكد على المعدنين دول بالاخص؟ لا هو بص يا استاذ محمد، هو المكسر هو ايه؟ كلمه المكسر قلنا نقولها اللي هو شكل المعدن بعد الكسر في غير مستوى الانفصام، يعني لو ما انفصامش يبقى ايه، هنشوف الشكل اللي هيحصل. ماشي. بالنسبه للكوارتز والصوان بالذات ليهم حاله خاصه جدا اللي هو مكسرهم محاري، ليس لهم انفصام ولهم مكسر محاري. مكسر محاري، كلمه محاري بمنتهى البساطه، عارفين يا اولادي اللي هو القوقعه، القواقع اللي بتبقى موجوده على البحر، تبقى ايه لو جيت كسرتها تبقى ليها سطح كده مجوف كده، او سطح ايه مجوف كده، وهتلاقي دايما في دوائر من جوه، واخد بالك ازاي؟ ده المكسر المقصود بيه المحاري اللي هو محار، كلمه جايه من كلمه محار. نشوفها كده مع استاذ محمد، الصوره هتبقى جميله جدا جدا، نشوف المكسر المحاري سواء للكوارتز او للصوان. نشوف كده برضو مع بعض، ادي يعني قطعه من معدن الكوارتز واضحه جدا لما اتكسرت. بصوا كده شايفين الكرفات دي نفس شكل المحاريات اللي هي الكائن زي ام الخلود، زي الجندوف، الكائنات اللي هي عندها صدفتين بيقفلوا على بعض. ويمكن بنلاحظ المنظر ده برضه يا مستر هشام لما الازاز يتكسر، يمكن عشان الكوارتز ده بيستخدم في صناعه الزجاج، الازاز برضه بيبقى عنده نفس الخاصيه، لو اتشطفت حته من طرف اي جزء زجاجي بيبقى ناخد نفس المنظر. نفس المنظر ده لو كان زجاج تخين شويه كده فكان بيتكسر بالمنظر دوت فعلا. نرجع كده برضو مع بعض، ده معدن الصوان برضو لو شفنا الحواف بتاعته واضح جدا فيها شكل المكسر المحاري هنا. تمام. شايفين كل دي مناطق واضح فيها شكل الكسر دوت. ممكن يبقى المعدن ليه اشكال تانية من المكسر يا مستر هشام؟ يعني في عندي المكسر، في عندي انواع من المكسر، في مكسر مسنن، في مكسر خشن، في مكسر يعني دوت مكسر ايه؟ الخشن. خشن. مكسر خشن، واخد بالك؟ ده مكسر مستوي. مستوي بص يعني بص تحس ان هو لما اتكسر كلها اسطح مستويه، كلها اسطح ايه مستويه. في طبعا المكسر ايه المسنن زي دوت، وده اكثر انواع المكسر شيوعا في المعادن. في المعادن يبقى اكثر انواع المكسر شيوعا في المعادن هو المكسر المسنن اللي قدامنا ده كده. بحس المعدن لما بيتكسر بيطلع منه اسنين كده على الحواف بتاعته بالشكل الجميل ده كده. الله يفتح. الخاصيه التماسكيه الاخيره بقى قابليه السحب والطرق. يعني لو جبت اي فلز وطرقت عليه، ايه اللي احتمال يحصل؟ يا اما يتمدد، يا اما يتفرد، يا اما يتبطط، يعني المهم هيتشكل. فامكانيه تشكيل المعدن الى رقائق واسلاك عند الطرق عليه بنسميها امكانيه ايه؟ قابليه الطرق والايه؟ والسحب والتشكيل. ديت بتبقى موجوده في المعادن يا استاذ محمد، المعادن الفلزيه. زي هناخد المثال اللي عندي، الذهب والنحاس والفضه. الذهب والنحاس والفضه، لو حضرتك توريني كده الايه التعريف. نشوف كده برضو مع بعض التعريف مره تاني، قابليه السحب والطرق مدى سهوله وامكانيه تشكيل المعدن بالطرق والسحب واحوله بعد كده رقائق او اسلاك. تمام. كلنا بنشوف اي صناعه يدخل فيها الذهب الفضه النحاس بتبقى رقائق اسلاك بتتشكل معانا بكل سهوله بكل بساطه. طيب لو المعدن بقى يعني جينا طرقنا عليه وجدناه بقى هنا اتفتت، يبقى ايه المعدن؟ يبقى يمكن شفنا الكالسايت مع بعض من شويه، بدل ما نترك عليه، بدل ما يتشكل ويبقى رقائق او اسلاك، وجدناه تفتت. يبقى كده في معدن كتير الكالسايت والكوارتز وكده لما بنطرق عليها ما عندهاش امكانيه الطرق والايه؟ والسحب والتشكيل. ما عندهاش امكانيه، بتبقى على طول قابله للكسر. على طول بتتكسر على طول، بتبقى قابله للكسر وغير قابله للسحب والطرق. الله يفتح. كده خلصنا الخواص التماسكيه للمعادن. عندنا بقى اخر مجموعه من الخواص، هي الخواص الاخرى التي نعتمد عليها في برضو التعرف على بعض المعادن في الطبيعه. من اشهر الخواص الاخرى خاصيه تسمى الوزن النووي. يا ترى ما المقصود بالوزن النووي يا مستر هشام؟ الوزن النوعي هو النسبة، نخلي بالنا والأبناء يخلوا بالهم من كلمة النسبة. النسبة بين كتلة معدن إلى كتلة نفس حجم المعدن من الماء. يعني إيه؟ أنا هجيب معدن يا أستاذ محمد وأشوف كتلته قد إيه؟ هشوف كتلته قد إيه؟ كويس؟ وبس، واشوف الكتله بتاعته وابو زيدها، اجيب كميه من الميه موازيه
لنفس الايه المعدن ده، نفس الكتله، نفس حجم المعدن، نفس حجم المعدن. يعني حجم المعدن ده احطه في حاجه بحيث ان انا اعين كميه الميه اللي بتساوي حجمه بالظبط. ابنا كان بياخدوها بالازاحه بالكلام زي دوت، المهم انزل كميه ميه حجمها موازي مساوي تماما لحجم المعدن واشوف كتلتها. النسبه بين الكتلتين دولت بسميها الوزن النوعي. وناخد بالنا ملهاش تمييز، ملهاش وحده، ملهاش يونت. فمثلا عندي كمثال عند الجالينا يا استاذ محمد، الجالينا هقول ان الوزن النوعي بتاعها 7.5 واسكت. 7.5 بمعنى مره تاني ان انا لو مثلا عندي كتله من معدن الجالينا كتلتها 75 جرام، يبقى كده كتله نفس حجمها من الماء بالظبط لازم تبقى 10 جرام. الله يفتح عليك، خلاص ممتاز. يبقى انا كده جبت 75 جرام قسمتها على كتله نفس حجمها من الماء 10 جرام، ده اداني الوزن النوعي للجالينه. كده عرفت ان العينه دي جالينه فقط مش مضاف ليها حاجه تاني. يبقى انا كده عرفت ان معدن الجالينه ده العينه اللي معايا دي عينه نقيه من معدن الجالينه فقط. تمام. والذهب 19.3، يبقى الوزن النوعي لمعدن الذهب 19.3. بنفس المبدا لو عندي قطعة من الذهب كتلتها مثلا 1930 جرام، 1930 جرام، يبقى لازم نفس كتلة حجمها من الماء، كتلة نفس الحجم بتاعها من الماء لازم يبقى كام؟ 100. يبقى كده لازم على طول يبقى تقريبا 100 جرام. خلاص يبقى كده قسمت 1930 على 100 جرام تديني 19.3 الوزن النوعي للده. لقيتها 19 بس، لقيتها 19.6، لا يبقى كده ده مش ذهب نقي، يبقى العينه دي اكيد فيها حاجه مخلوطه معاه. يعني انت قلت لي معلومه مهمه جدا، ازاي اعرف الذهب اذا كان نقي 100%، يعني ذهب 100% ولا لا؟ ان انا احدد الوزن النوعي بتاعه، لقيته الله يفتح عليك لقيته اعلى او اقل من 19.3، يبقى مخلوط بمواد اخرى الكثافه بتاعتها اعلى او اقل من الذهب. يبقى طبعا ايه اقدر اعرف من الغش التجاري، برضو الوزن النوعي يعرفني الغش التجاري. الله يفتح عليك. كده المعادن حسب وزنها النوعي يا مستر هشام نقدر نقسمها لثلاث مجموعات. ايه هي بالظبط بقى؟ معادن تقيله، معادن متوسطه، ومعادن ايه خفيفه الوزن النوعي. معادن ثقيله الوزن النوعي، متوسطه الوزن النوعي، خفيفه الوزن النوعي.